أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من الطاولة المستديرة. يعمل رجب طيب أردوغان على الضغط على الدول الغربية وابتزازها بشتى السبل الممكنة، ولا يوفر ورقة من الأوراق التي بحوزته إلا ويقوم بتوظيفها من أجل إرضاخها وإرغامها على تلبية طلباته. الاستثمار في التطرف والإرهاب لتحقيق أجندة داخلية وإقليمية، فعلى وقع ما سمي بثورات الربيع العربي تحولت تركيا الدولة الموصوفة بالعلمانية منذ تأسيسها عام 1923 إلى بيئة جاذبة للتطرف ومرتع للجماعات الإرهابية من مختلف بقاع العالم. وهكذا تقاطر الآلاف من الإرهابيين من أصقاع العالم إلى سوريا والعراق عبر الأراضي التركية، حتى وجد العالم نفسه أمام غول داعش والنصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي مارست القتل والتدمير والخراب بطريقة فاقت كل التوقعات. ويأتي ترحيل أنقرة لبضعة عناصر من جنسيات غربية كخطوة أولى في طريق الضغط والابتزاز، كما يعد تنفيذا فعليا للتهديد الذي دأب مسؤولون أتراك على تكراره. وللحديث عن موضوع حلقة الليلة يسعدني أن أرحب بضيوفي. معي من باريس الأستاذ أنطوان شاربينيه، كاتب وباحث سياسي. أهلا بك أستاذ أنطوان. ومن عمان دكتور وليد العوامر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مؤتة. أهلا بك دكتور وليد. ومن فانكوفر الكندية الأستاذ سوران بالاني، محلل سياسي. أهلا بك أستاذ سوران. أستاذ أنطوان، لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من عند حضرتك، الآن الوضع في سوريا بات يشبه حقل ألغام، لاعبون كثر على الجغرافيا السورية، هل بهذا الأمر عاد الملف السوري إلى المربع الأول أم ماذا أستاذ أنطوان؟ نعم، أعتقد أن عاد الملف السوري إلى المربع الأول، وهناك يعني الآن رسم خطوط تماس جديدة، وهذه خطوط التماس سترسم بعض الشيء العلاقات الدولية في المستقبل، وهناك يعني عدة لاعبين، وكل لاعب يحاول من ناحيته أخذ المكاسب السياسية ومنها الاقتصادية كما هي حال دونالد ترامب. ومن هذا المنطلق يعني قد يعني دخلت سوريا من جديد، بينما كان هناك حل يعني أو بذور حل، دخلت سوريا من جديد في حرب الاستنزاف وفي خلط الأوراق وفي مصير يعني بعض الشيء مجهول، خصوصا في الشمال. ما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يحصل في الشمال السوري، يعني الشمال الشرقي. ومن هذا المنطلق أعتقد أن هناك تأزيم يعني ورسم خطوط جديدة وتعاطي ما بين اللاعبين والقوى الكبرى العالمية، تعاطي جديد من خلال ما يحصل الآن في سوريا. دكتور وليد، الآن ما يحدث، لاعبون كثر على الجغرافيا السورية في ظل متغيرات على الأرض فاقت كل التوقعات، يعني جمع كل الأطراف المتناقضة على رقعة جغرافية بالتحديد شمال شرق سوريا. من الرابح من كل هذا المتغير الحاصل، ومن الخاسر الأكبر؟ بداية مساء الخير عليك وعلى ضيوفك يعني وعلى السادة المشاهدين. أعتقد بداية سيدي أنه لا بد من الحديث أن الخاسر الأكبر قبل الرابح الأكبر هو الشعب السوري والدولة السورية. أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها، أعتقد أنه وجدت أنه من مصلحتها أن تكون أحد أول أولئك الرابحين، بمعنى أنه الولايات المتحدة الأمريكية وجدت أنه تواجدها في منطقة شرق الفرات، والتي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي أهم منطقة اقتصادية لوجود النفط فيها، وبالتالي أوجدت مجموعة من القوات فيها الأمريكية. هذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مكسب كبير جدا، قواتها في مأمن، لا يمكن لسواء الحكومة السورية أو الأتراك أو الإيرانيين أو حتى قوات سوريا الديمقراطية أن تتعرض للقوات الأمريكية. الروس أعتقد أنه أوجد لهم موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط من خلال تدخلهم بالأزمة السورية بشكل واضح، وغيروا موازين كثيرة جدا وأحدثوا حقيقة تغير في الميزان لصالح الدولة السورية أو النظام السوري. لذلك أعتقد أنه
الرابح الأول الولايات المتحدة الأمريكية والتي ما تزال لغاية الآن حقيقة تستنزف قوة الدولة السورية، الدول العربية، هذا شيء واضح. روسيا استنزفت منها قوة جدا، الإيرانيين أيضا لا شك أن تواجدهم في سوريا هو استنزاف لهذه القوة، وبالتالي أعتقد أن الرابح الأكبر والولايات المتحدة الأمريكية تدرك، والعالم يدرك، والسورية تدرك، وروسيا تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن لها إذا أردت أن تحدث حلا جذريا للأزمة السورية يمكنها ذلك، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أنه ما زال هناك بعض القوى التي يمكن أن يتم استنزاف قوتها في النزاع السوري. أستاذ سوران ضيفي من كندا، الآن على ذكر الخاسر والرابح لابد لنا من التعريج على الدور الإيراني وما ينتظر إيران والاستنتاجات الحاصلة الآن وفق هذه الخريطة الجديدة التي تم رسمها بريشة أمريكية من خلال القرار بالسحب ومن ثم العدول والعودة إلى هذه المنطقة مجددا. أستاذ سوران شكرا لكم ولضيوف الكرام. باعتقادي الإيران كان لديها دور بارز وكان خسر ودعم بأموال الكثيرة يقدر المليارات من الدولار، وأيضا من ناحية القوى العسكرية وقف مع النظام الأسد، ولكن في نهاية المشهد نحن نرى الخاسر الأكبر الآن كحليف الأسد هو إيرانيين، لأنه روسيا لن يعطي الدور للإيرانيين الآن في سوريا، والروسيا هي الدولة الوحيدة التي أنا أستطيع أن أقول هو متحدث الرسمي باسم دولة سوريا، والهيمنة الروسية أدى إلى ابتعاد الإيرانيين، والإيرانيين ليس لديهم الدور البارز الآن في الملف السوري. أستاذ أنطوان بالعودة إليك، برأيكم هل ما يحدث الآن هو بتوافق أم المشهد في سوريا يعني دائما لا يستطيع أحد التنبؤ بالمشهد أو المتغير الذي يليه؟ في هذه الجزئية هل كل ما يحدث هو عبارة عن عملية ارتجالية أدت بنهاية المطاف إلى تكوين هذه الصورة، أم هناك شيء مدروس بين اللاعبان الكبار أمريكا وروسيا؟ باعتقادي الأمريكا أستاذ أنطوان، السؤال موجه لحضرتك أستاذ سوران. عفوا أستاذ أنطوان، السؤال لك. نعم، لو بتعد لي السؤال لو سمعت. تكرم عينك، مو مشكلة. يعني أنا سألتك هل ما يحدث الآن من متغيرات في المشهد السوري وبالتحديد في المنطقة الشمالية هل هي نتيجة عملية ارتجال أم هناك تنسيق بين دولتين كبيرتين تتحكمان في الملف السوري ومصير شعب سوريا، أقصد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ يعني أعتقد من وجهة نظري أن ليس هناك لا ارتجال، وفي الوقت عينه ليس هناك تنسيق، يعني بمعنى التنسيق المباشر ما بين روسيا وأمريكا، فهناك يعني هناك مصالح وهناك حلفاء وهناك أدوات لكل من اللاعبين يعني على بالملف على الملف السوري كلا على مستواه، لكن لا أعتقد أن العملية وخصوصا الذي يجري الآن في شمال السوري هو ارتجالي، فهو معد له، ورأينا كيف تم التنسيق يعني من تحت الطاولة ما بين أردوغان ودونالد ترامب الذين سيلتقيان يعني بعد يوم أو يومين أعتقد لتبادل الأدوار من جديد، واليوم هذه العملية كانت مدروسة يعني، وهي مدروسة لاستنزاف سوريا والشعب السوري والحلفاء يعني، واليوم الحلفاء هم يعني يوزعون الأدوار أيضا، يعني لا إيران تريد أخذ مكان روسيا ولا روسيا تريد أخذ مكان إيران، فعلى كل حليف لسوريا يعني يلعب دوره ودوره الذي طلبت منه الحكومة السورية لعبه يعني، وليس هو الذي يخترع دور ويلعبه على الساحة السورية كما هي حال أمريكا وأوروبا مثلا. طب ماذا عن الروس ودخوله إلى هذه المنطقة؟ هل هناك أيضا في جزئية معينة تنسيق مبرم كما حضرتك استعرت بموضوع تحت الطاولة هذا المصطلح بين الروس والأمريكان أم ماذا؟ لا أعتقد أن هناك تنسيق تحت الطاولة بين الروس والأمريكان، لكن هناك يعني الروس إن كان الروس أو كان الأمريكان هم مضطرون الأخذ بعين الاعتبار
سياسة الواحد للآخر يعني، ولا أريد أن أقول مصالح لأنه هذا مبالغ فيه، لكن روسيا لا تستطيع يعني الدخول حاليا بصدام مباشر مع أمريكا، ولا أمريكا تستطيع. فهناك نوعا من الستاتيكو يعني، ومحاولة مد وجزر لإيجاد حل للمعضلة الحاصلة الآن في الشمال السوري، وللحرب السورية لإنهائها، وإدخال سوريا في مسار سياسي يعني، في مسار حل سياسي. نعم دكتور وليد، لو سألتك عن روسيا وأمريكا وفرضية توريط تركيا وربطها كل من جهة في ظل الاتفاق الذي تم إبرامه بين تركيا وروسيا من جهة، والولايات المتحدة وتركيا من جهة أخرى، إلى أي مدى يمكن القبول بهذا المنطق أو بهذه الفكرة لخدمة الملف السوري دكتور وليد؟ نعم، يعني أعتقد سيدي أنه يعني قيل بداية أنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعطاء الرئيس ترامب الضوء الأخضر لتركيا عندما أعلن انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا أو من منطقة الفرات، فسر ذلك أنه ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا للدخول، وبعد ذلك قيل أنه هذا توريط للدولة التركية في سوريا. ولكن أعتقد يعني أنه كان هذا تحليل خاطئ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وكما ذكر رئيس ترامب أنها أرادت فقط تسحب قواتها للحفاظ على حياتهم، ولكن في تنسيق عالي المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بهذا الملف بالذات. وذكر رئيس ترامب أنه يتفهم القلق التركي للحفاظ على حدود الجنوبية من الأكراد، وله حق أيضا بالحفاظ عليها. وبالتالي مسألة أن هناك نوع من التوريط أعتقد أنه مستبعد، لأن هناك مصالح استراتيجية وذكرها الرئيس ترامب. وعندما نقول ترامب الآن وجه دعوة رسمية للرئيس أردوغان لزيارة واشنطن، وقبل هذه الزيارة هاتف الرئيس أردوغان الرئيس الروسي بوتين للحديث حول مجمل القضايا ومن ضمنها التدخل التركي في شمال شرق سوريا. وبالتالي يوجد تنسيق عالي المستوى بين هذه الثلاث، ليس توريطا ولكن هو عبارة عن إعادة ترتيب للأولويات في المنطقة. والأتراك أعتقد أنهم مقتنعين تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من مصلحتها أن تبقى الدولة التركية حافظة لمنطقة الحدود الشمالية لسوريا. والتنسيق أيضا العالي ما بين تركيا وسوريا على الرغم من كل ما قيل من الرئيس التركي للنظام السوري، إلا أنه عندما أصبحت الآن أو تم إخراج قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة المتنازع عليها، تم تنسيق أمني بين القوات السورية والتركية نوعا ما. إذن موضوع المؤامرة أعتقد أنه مستبعد. تركيا لغاية الآن لا زالت قوية، ولا زالت تحتفظ بعلاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا على الرغم مما قيل من فرض عقوبات أمريكية، ولكن هذا لم يحصل. وأعتقد أنه لن يحصل لأن الأتراك يعرفون كيف يدير علاقتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ سوران، في هذه الجزئية هل أنت تتفق أم تعارض ما تفضل به ضيفاي الكرام في مسألة الاحتياج لتركيا ولدور تركيا وكل ما يحدث هو بالتنسيق مع تركيا، مع العلم بأن تركيا لا تفوت فرصة حتى تقوم بابتزاز الدول الغربية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دلائل كبيرة بأنها من تقوم بدعم الإرهابيين وتحريكهم؟ أستاذ سوران، يجب علينا أن نفرق بين التفاهم التركي الروسي والتفاهم الأمريكي والتركي. الصحيح أنا مع قسم من التحاليل الترامب والقسم من المسؤولين في إدارته أعطى الضوء الأخضر لتركيا أن يدخل ويقوم بالاحتلال الشمال شرق سوريا وكردستان روجاوا، وكان الرأي العام الأمريكي والمسؤولين الأخرى في إدارة ترامب وحتى كونغرس كان لم يوافقوا، وأعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية الخطأ الاستراتيجي التي قام بها ترامب وقسم من المسؤولين. ولهذا نحن نرى المواجهة الرأي الداخلي والمسؤولين الأمريكيين ضد ترامب، وترامب أعاد تصحيح الخطأ عندما قام بإرسال الوفد إلى تركيا وفرض على تركيا بوقف إطلاق النار أو هجوم أو حملات ضد القوات في شمال شرق
سوريا، ولكن الدور الروسي والتفاهم الروسي تركي تفاهم البوتين أو روسيا إذا يستخدم أردوغان كالورقة ضد الأمريكان وضد أوروبا، ويريد يبتعد أردوغان من الدول الأوروبية والأمريكية، وخاصة روسيا تعرف جيدا الترك لديها دور ومسيطر على قسم من الفصائل المرتزقة والعملاء له، ويستطيع لديها الدور في تركيا في سوريا، ولهذا توجد تفاهم الروسي التركي مباشر، والتفاهم التركي والأمريكي ولكن على صعيد ترامب شخصيا وقسم من المسؤولين في إدارته. نعم أستاذ أنطوان، بالعودة إليك، الآن السياسة الأمريكية باتت واضحة بتثبيت رقم معين وتحسم هذه الجزئية بأنه سيكون هناك أكثر من 500 جندي أمريكي دائمين البقاء في سوريا، كيف سيلقي بظلاله على هذه المعادلة؟ يعني أولا ماذا سيغير على المشهدية، يعني على الوضع القائم اليوم في الشمال الشرقي سوريا، إن يعني وضعت أمريكا 500 جندي لها، فماذا سيؤثر على الأمر؟ فهذه هي من ناحية جرعة معنويات ورسالة إلى الداخل الأمريكي، وخصوصا لأصدقاء ترامب وجماعته، ومن يعني من ناحية أخرى هي لاستعمال ورقات عديدة في هذه المنطقة، وخصوصا للتسلط يعني ومحاولة التسلط على أبار النفط التي يريدها ترامب. ف500 جندي أمريكي لا يؤثرون بشيء يعني، ويعني ولا يغيرون المعادلة، فهذه بعض الفقاقيع التي تعودنا عليها من السيد ترامب، ولا نعرف انه اذا يعني سيرسل 500 جندي وبعد جمعه اسبوع او اسبوعين يعني سيسحبهم، يعني هناك تخبط في القرارات وفي السياسات الامريكيه حاليا شيء لا مثيل له، وقد يؤدي بتداعيات سلبيه على امريكا وعلى دونالد ترامب وعلى الغرب برمته. ومن هذا المنطلق اعتقد ان هذه يعني مقوله 500 جندي لا تؤثر بشيء على المعادله الحاليه. دكتور وليد، في هذه الجزئية وبقاء أمريكا في المشهد بين قوسين تحت مسمى حماية النفط والآبار السورية، هل يربك الأعداء قبل الحلفاء في المشهد السوري أم ماذا دكتور وليد؟ يا سيدي، يعني ذكر رئيس ترامب أنه تواجد هذه القوات لا شك هو لحماية المصادر النفطية في شرق الفرات، ولكنه أكد أيضا على أنه تواجد القوات الأمريكية لمحاربة ما بقي من حلول داعش في المنطقة. يعني هو أقر بأنه داعش من خلال مقتل بغدادي يعني خسرت العمود الفقري الذي يمكن الاعتماد عليه والركون إليه في العمليات المقبلة، ولكن ما الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المؤسسة الاستخباراتية من خلال وزارة الدفاع الأمريكية أكدت على أنه لابد من تواجد القوات الأمريكية في هذه المنطقة. طبعا كان بداية 100 جندي وتم الحديث بعد ذلك إلى 1000، وتم الثبات على حوالي 500 جندي. بالتالي تواجد القوات الأمريكية في هذه المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أنه سيحقق لها أهداف بالنسبة لها استراتيجية، والولايات المتحدة الأمريكية تواجدها في هذه المنطقة هو أهمية استراتيجية وسيكون لها دور على أرض الواقع، بمعنى أنه حتى لو العدد قليل أو كبير أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع من خلال هذا العدد أن تتحرك بسهولة في أي اتجاه، سواء داخل السوري أو حتى الأتراك أو يعني مع الروس أو الإيرانيين أو مع قوات سوريا الديمقراطية. وبالتالي أنا وجهة نظري أنه هذا ليس تواجدا رمزيا للقوات الأمريكية على الرغم من محدودية الحجم، ولكنه له تأثير، ودوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أنه أي تواجد أمريكي حتى قليل قل أو كثر سيحقق أهداف استراتيجية الأمريكية، والهدف الاستراتيجي الأساسي أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية لاعب أساسي في الملف السوري. وبالتالي لا شك أنه التنسيق سيكون من خلال هذه المجموعات الموجودة، بمعنى الروس سينسق معهم، الأتراك
أيضا النظام السوري من خلال الروس، وبالتالي التواجد الأمريكي في المنطقة هو رسالة موجهة أيضا حتى لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، أنه الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن هذه المنطقة. قد تكون في المرحلة السابقة كما ذكر ضيفك أنه تقليص وسحب القوات الأمريكية، ولكن دوائر صنع القرار وبالذات البنتاغون وبالذات المؤسسات الاستخباراتية وجدت أنه لابد من إعادة القوات الأمريكية للمنطقة، لأن وجودها وفي هذه المنطقة مهم وهم استراتيجي جدا للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الأعداء سيكون نقطة اتصال هذا الشيء، وأن وحتى لا يعني تترك المجال يعني سواء للإيرانيين أو للروس أو الأتراك، وبالتالي هي يمكن القول أنها تبقى لاعب أساسي. القوى الإقليمية تحسب الولايات المتحدة الأمريكية حساب أنه في حال تعرض هذه المنطقة أو أي أرض محسوبة للولايات المتحدة الأمريكية أو مصالح محسوبة للولايات المتحدة الأمريكية سيكون التدخل الأمريكي حاسم وسريع لهذه القوات، وبالتالي سواء الأعداء أو الحلفاء لا شك أنه هي رسالة موجهة لكلا الطرفين. أستاذ سوران، هذه الرسالة كيف يتم قراءتها من قبل الإدارة الذاتية وبالتحديد قوات سوريا الديمقراطية؟ مسألة مهمة. أنا أعتقد أنا عندي ملاحظات. المسألة ليس عدد أكثر أو أقل جندي الأمريكي، التواجد جندي الواحد من القوات الأمريكية هذا هو رسالة واضحة لوقوف مع القوات الإدارة الذاتية لكردستان الروج آوا، ورسالة إلى متحالفين مع الدول الأقليمية مع الأمريكا. ولا بد ان ننسى المساله الكبيره والمصلحه الكبيره في 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 سوريا هي محافظه امريكا على الامن الاسرائيلي، امن القوم الاسرائيلي. بعد الانسحاب من يكون الـ 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 القوه الاكبر سيكون في في سوريا او في شمال شرق سوريا هي ايران او روسيا. ايران هو لديها المخاطر على امن القوم الاسرائيلي، والدول والأمريكا يجب عليه أن يحافظ على المصالح مصالح وأمن القوم الإسرائيلي. ولهذا إعادة الأمريكيين والتوافقات أو محادثات بين الأمريكيين والإدارة الذاتية للأكراد هذا هو نقطة إيجابية والرسالة الواضحة. الأمريكا لن يتخلى عن مصالحه و دوره في سوريا، سواء كان يقف مع الكرد ومع الأطراف الأخرى في عملية سياسية في سوريا. والأمريكان يريدون الحل السياسي والسلمي للأزمة السورية. الدول الكبرى أيضا يريدون إخراج أو إنقاذ الدولة السورية من هذه الحرب والمشاكل التي تعاني بها، وكل طرف يريد حق على مصلحته. عدد الأمريكان هو الرسالة واضحة كما قال الدكتور الوليد لكل، والأفراد أيضا يستطيعون أن يحافظون على مصالحهم في إطار التوافق الجديد مع الأمريكيين في شمال الشرق السوري. أستاذ أنطوان، بالعودة إليك، استطاع حلفاء واشنطن تطويع الرئيس الأمريكي للمرة الثالثة عن عدوله بقرار خروج قواته من سوريا بحجة موضوع عدم سقوط هذه الأبار في يد تنظيم داعش الإرهابي. إذن هنا نتساءل عن مبررات وجود قوة التحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم، هل بقي لها من مبررات أم ماذا؟ لن يعود لها مبررات من منطلق أنها قالت أنهم انتهوا يعني مع تنظيم داعش في سوريا، وتنظيم داعش انتهى ورأينا وقتل البغدادي وإلى آخره من مقولات وأشياء. ويعني سمعنا ترامب كيف صرح بمساعدة القوى الكردية أنهم انتهوا من تنظيم داعش، فاليوم ليس لهم أي حجة أن يعني يظلوا في سوريا وهم حاضرين عسكريا وأمنيا. يعني وإن كان الأمريكان هم موجودون يعني في هذه المنطقة من سوريا لحماية الأكراد السوريين الذين هم مواطنون سوريون ويريدون مصالحهم، فلماذا أعطوا الضوء الأخضر لأردوغان ليدخل ويضربهم في العمق السوري بحجة حماية أمنه وأمن تركيا؟
فبهذا المنطلق أعتقد أن هناك هرطقة سياسية أمريكية وهي تستعمل الأوراق عدة، ومنها لسوء الحظ ورقة سوريا الديمقراطية لاستنزاف سوريا والإكمال بالحرب والإكمال باستراتيجيتها يعني البشعة والشنيعة. وسرقة آبار النفط هي أيضا جريمة حرب يعني، وهي تمنع السوريين منهم أكراد سوريا وأكراد سوريا الديمقراطية من هذه الثروات لمصلحتها ومصلحة حلفائها الغربيين وغير الغربيين. ومن هذا المنطلق أعتقد أن الوجود العسكري الأمريكي هو ليس لا لمصلحة الكرد في سوريا ولا لمصلحة سوريا ولا لمصلحة المنطقة، هي لا تعرف إلا مصلحتها يعني. ورأينا وأعطيت المثل ورأينا كيف أن أعطت الضوء الأخضر وانسحبت لمصلحة أردوغان الذي ضرب الأكراد في العمق السوري. دكتور وليد، بالعودة إلى جزئية تعاون روسيا وتركيا مع بعضهما البعض في مسألة الملف السوري، نراهم ينسقان في كوبان عين العرب وفي باقي المناطق، وهما يلتقيان على خط النار والمواجهة في مدينة إدلب. لو حاولنا فهم هذه المعادلة دكتور وليد. يا سيدي، أعتقد أنه التقارب الروسي التركي هو التقارب استراتيجي، تقارب تشعر التركية وروسيا أنه في فائدة مشتركة لهما من هذا التقارب. وبالتالي روسيا يعني فقط يعني لموضوع الأسلحة أو منظومة الصواريخ S-400، روسيا على الرغم من التحذيرات الأمريكية والدول الأوروبية إلا أنها زودت تركيا بهذه الأسلحة، وبالتالي تشعر روسيا أنه تركيا يمكن الاعتماد عليها على الرغم مما قامت فيه تركيا من إسقاط الطائرة الروسية. ومع ذلك تركيا أو الروس نوعا ما تغاضوا عن هذه العملية بعد فترة، وبالتالي هذا كله يصب في مصلحة تركيا وفي مصلحة أن روسيا تجد أنه يمكن التنسيق على المستوى مع تركيا أن يخدم مصالحها. وبالتالي حتى الاتفاق الأخير ما بين تركيا وروسيا في الأستانة حول موضوع في سوتشي عفوا في موضوع الخط الهدنة ما بين الحدود السورية والتركية، والذي امتد تقريبا ل 125 كيلو، متواجد في هذه المنطقة قوات تركية وقوات روسية للحفاظ على منع اطلاق النيران او قوات سوريا الديمقراطية من ان تعود مرة اخرى للمنطقة. وبالتالي اعتقد انه القوات الروسية والتركية لديها تنسيق عالي المستوى فيما يتعلق بالمنطقة الحالية التي يتواجد فيها الاتراك، وحتى لا يكون هناك أي صدام. ونتذكر أيضا يا سيدي أنه في الصدام الأخير ما بين القوات التركية والروسية، القوات التركية والسورية، تم أسر مجموعة من الجنود السوريين وتم إطلاق سراحهم بتدخل روسي. وبالتالي أيضا لمصلحة النظام السوري أن تبقى روسيا هي فاعل ومؤثر قوي في هذه المنطقة، لأنه هي أقرب لا شك منها إلى أي قوة أخرى، حتى سواء إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك التنسيق الأمني هو تنسيق استراتيجي ما بين تركيا وما بين روسيا، كلا الطرفين يستفيد من هذا التنسيق على المستوى، وكلاهما يشعر أنه وبالذات روسيا أنه هذا هو نوع من تحالف أقرب منه إلى تحدي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه تحالف في وجه أي مطامع أمريكية. وبالتالي على الرغم من كل الضغوط التي تمارس على تركيا فيما يتعلق بمنظومة الصواريخ ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإغراءات التي تقدمت لها، إلا أنه تركيا لا تزال لغاية الآن تعتبر روسيا هي حليف وحليف مهم جدا، تنسق معها في منطقة شمال شرق سوريا على طول الحدود، وهي طبعا منطقة طويلة جدا وكبيرة جدا، وهذا لا شك أنه مؤشر على أنه هاتين الدولتان تستفيد بشكل كبير جدا من تحالفهما المشترك. على ذكر كلمة المطامع، ولكن ألا تتفق معي بأنه تركيا هي الدولة الأكثر وضوحا في نواياها من خلال القيام بعمليات عدوانية وتوسعية وتقوم باحتلال الأراضي السورية حتى إن كانت ضمن اتفاقات مع الروس؟ نجد موضوع التتريك الناعم بوسائل ناعمة أو حتى خشنة ميدانية من خلال المؤسسات التعليمية، من خلال المشافي، ومن خلال الكثير من الأمور الأخرى. دكتور وليد، أقصد التتريك داخل أراضي المناطق الكردية
المحتلة في كل سوريا، يعني عندك من إدلب وعزاز وجرابلس والباب وعفرين ومناطق كثيرة. نعم. حتى في رأس العين. يا سيدي نعم يعني أعتقد أول شيء يعني حتى لا يعني نكون أكثر وضوحا. نعم. الهدف التركي المعلن من المنطقة الآمنة هو من أجل إعادة ما يقارب من 1.5 مليون سوري لهذه المنطقة، وبالتالي أعتقد أنه يعني موضوع تتريك قد لا يكون يعني على أرض الواقع صحيحا، بمعنى أنه أن تمارس الدولة التركية عمليات تتريك في المناطق السورية التي قامت احتلالها، على الرغم من أنه هذه المناطق هي مناطق كردية سنية وتركيا دولة سنية أيضا، ومع ذلك لا أعتقد أن تركيا لها مصلحة في أن تعيد السوريين إلى مناطق أيضا يتم تتريكها، وبالتالي يكون هناك مصادمات. ولكن هذا حاصل دكتور وليد، حتى نعطي النقطة حقها، هذا حاصل، يعني هذا ليس مجرد تحليل، هناك علم تركيا، هناك صور لأردوغان، هناك والي وقائم مقام. على الرغم يعني مما يقال او ما لا اقول تهم الموجه لا، ولكن اعتقد لا يصل الى مرحله انه ان تقوم بتتريك كامل المنطقه. انت تتكلم يا سيدي عن 125 كيلو متر طول الحدود، انت تتكلم عن قرى بمئات الالاف، وبالتالي قد تكون تركيا قامت ببعض العمليات، ولكن ليس هدفها ليس دفاع الدوله التركيه، ولكن ليس هدفها هو تتريك هذه المناطق، لانها لا تريد ان تلحقها بالدوله التركيه، هي ما زالت تعترف. وانا كما ذكرت لك هي عندما تواجهت مع النظام السوري وقالت انا يعني هذه الحدود، وقبلت بتواجد القوات السورية مكان قوات سوريا الديمقراطية، بالتالي هي لو كانت ترفض هذا المبدأ كان دكتور وليد ايضا رفضت حتى التواجد. دكتور وليد، نعم. يعني الكل يعلم بان تركيا قامت بشكل مباشر باستهداف حتى الجيش السوري والقوات حرس الحدود المتواجدة هناك في تلك المنطقة، وكان هناك طلب مباشر ايضا من دمشق على ضرورة تسليم عفرين، تركيا رفضت. وهناك يعني أنا ما عم بتحدث فقط عن رأس العين، باقي المدن الأخرى هي تم تتريكها. خليني أخذ وجهة نظر أستاذ سوران. أستاذ سوران، هل تتفق مع الأستاذ دكتور وليد أم ماذا في هذه الجزئية؟ لا، باعتقادي الأردوغان لديها مشروع إعادة أو إحياء الإمبراطورية العثمانية والاستيلاء على قسم كبير من الدول أو مناطق أو أقاليم في الشرق الأوسط، ولهذا قام بغزو قسم كبير من المناطق السورية والمناطق الأخرى التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا. هذا ما الدكتور العزيز، المنطقة الآمنة لم يتم عن طريق استخدام القوى العسكرية واستخدام القسم من الحملاء والمرتزقين التي قاموا بالتدمير وقاموا بتنفيذ جرائم ضد الإنسانية في مناطق التي سيطر عليها لك. ماذا قام القوات التابعة والملاء التابعة للأردوغان عندما قاموا بالاحتلال العصري؟ قاموا بسرق الأموال، قاموا بتدمير المدن والقرى، قاموا بجرائم ضد الإنسانية وإبادة الشعب الكردي والمكونات الأخرى التي كانوا يعيشون في عفرين. وبعد سنتين نرى الأوضاع حتى الآن في عفرين، ونرى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية التي يقوم بها الجيش التركي والعملاء التابعة له. المنطقة الآمنة يجب أن يكون بالتفاهم، ويجب أن يكون بالتوافق بين الأطراف المتواجدة على أرض الواقع، القوات السورية الديمقراطية، القوات قام بتضحية كبيرة من أجل دفاع عن الكرامة الشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا، وقام بانتهاء أكبر دولة اسمها الداعش. ولولا الأكراد الآن كان داعش مسيطر على أكثر من النصف التركي، النصف السوري. الأخ أستاذ رضوان يقوم ليس حق للأمريكيين أن يبقون على أرض سوريا، وماذا عن دور الإيران والروسيا والتركيا والحزب الله والحشد الشعبي في سوريا؟ الأخ العزيز، كلنا نعرف السورية ليست دولة لديها سيادة مستقلة، والقسم للأطراف الأخرى يحكمون في سوريا، والأكراد ليس لديهم خيارات الأخرى. لهذا التعامل مع الأمريكيين وأي قوى أخرى يساعد من أجل إنقاذهم وحفاظ على كرامتهم. الآن أردوغان لديها مشروع، ولديها مشروع هو التغيير الديمغرافي للمناطق التي يسيطر عليها القوات الكردية والمكونات الأخرى في شمال شرق سوريا،
ويريد تغيير الديمقراطي لهذه المناطق وانتهاء هذه السلطة كنموذج الديمقراطي في سوريا، لأنه لا يريد نموذج ديمقراطي في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد وقوات السوري الديمقراطي. هذا هو تغيير، وهذا هو إبادة جماعية للشعب. ولهذا الكرد والمكونات الأخرى في سوريا قام باتخاذ الموقف المقاومة ضد الاحتلال التركي. أستاذ أنطوان، بالعودة إلي، كيف ينبغي التعاطي مع الخريطة الجديدة لسوريا في ظل أراضي محتلة من قبل تركيا، إن كان في شمال شرق سوريا وإن كان في الشمال السوري، جرابلس وعزاز، الباب، إدلب وحتى عفرين؟ يعني أولا أعتقد الذي يجب فعله في هذه المنطقة، وخصوصا لتوقيف العملية التركية على سوريا، هي إعادة المناطق إلى حضن الدولة السورية. وكما قلت عدة مرات، يعني هو على الأكراد اليوم العودة إلى الدولة السورية، إلى دولتهم السورية التي هي الوحيدة التي لن تستعملهم كما فعلت أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول. واليوم لا يعول على الدور الأمريكي، بل يعول على الدور السوري. أما بالنسبة لإيران وروسيا وحزب الله وإلى آخره، فهم أتوا إلى سوريا بطلب من الدولة السورية الشرعية. أما الأمريكان الذين يريدون آبار النفط في الشمال الشرقي، وهم يتسلطون على ثرواتنا في المنطقة ويدمرون شعوبنا، لن يكون هناك أي حكومة شرعية طلبت منهم أن يأتوا، أكان إلى سوريا أو العراق أو إلى لبنان. فمن هذا المنطلق، الحل الوحيد هو ترك جيش السوري كما هو الآن، مساعدته في عملياته العسكرية ضد الإرهاب، وتركه أخذ هذه المناطق أكيد بالتنسيق مع القوى الكردية، وهناك بعض التنسيق القائم لكي تحل هذه المشكلة وتقف هذه العملية. وغير ذلك فسيكون مصير هذه المنطقة مجهول في الوقت الحالي، وليس هناك حل واضح لمستقبل هذه المنطقة. فهذه المنطقة هي سورية، وهناك دولة سورية وجيش سوري وقوى يجب التنسيق معها لكي يرسم مستقبل سليم وصالح لهذه المنطقة. أما في الحال الذي هي عليه، فمستقبلها مجهول، والقوى والشعوب الموجودة فيها مصيرها مجهول أيضا، وخاصة بوجود الأمريكي الذي لا نعرف له ماذا يريد، واستراتيجيته هي فقط مصالحه لا أكثر ولا أقل. دكتور وليد، حضرتك من خلال طرحك وموضوع المنطقة الآمنة بين قوسين كما تسميها تركيا، هذا يعيدنا إلى أسئلة عديدة. برأيكم إلى أي متى ستستمر هذه الدوريات الروسية التركية في ظل هذه الظروف؟ وهل في نهاية المطاف ستقوم تركيا بتسليم هذه المناطق إلى روسيا أم ماذا؟ يا سيدي، أعتقد أنه تركيا كانت واضحة في هذا الموضوع عندما تحدثت أنه الهدف الأساسي من العملية العسكرية منذ بدايتها هو من أجل إجلاء قوات سوريا الديمقراطية لا تشكل خطر على الأمن القومي التركي. وبالتالي هذا الشيء. والشيء الآخر أنه هذه المنطقة الهدف منها ولا تمتد إلى بحدود إلى 30 كيلو داخل الأراضي السورية، هي من أجل إعادة توطين اللاجئين السوريين فيها. وبالتالي أعتقد أنه يعني في مستقبل لابد أن يكون هناك آلية وطريقة لأن تعود هذه الأراضي، والتي لا تزال الدولة التركية تعترف أنها أراضي سورية، وبالتالي تعود إلى الدولة السورية، وروسيا سيكون لها دور كبير جدا. ونتذكر سيدي جميعا أن روسيا عندما قابلت تركيا بعملية العسكرية أعلنت وشبهت أي استهداف للسيادة السورية. وبالتالي هذه العملية مؤقتة، الهدف منها تأمين الحدود الجنوبية للدولة التركية والتأكد من عدم وجود أي فلول سواء لقوات سوريا الديمقراطية الكردية أو لتنظيم داعش. طيب دكتور وليد، ولا ننسى يا سيدي أيضا، خليني أتبادل معك طرف الحوار، بما أنه لا يوجد شخص يمثل الرأي والرأي الآخر، شخص من قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية. في نهاية المطاف، من يعطي الحق لتركيا للدخول
في الأراضي السورية وإنشاء كما تدعي هي منطقة آمنة وأحداث شرخ مجتمعي كبير من خلال تغيير ديموغرافي، جلب أناس ليسوا من هذه المنطقة وتوطينهم في هذه المنطقة. هذا أول سؤال دكتور وليد. والسؤال الثاني، تبقى قوات سوريا الديمقراطية هو شأن سوري داخلي، أمر يتعلق بالسيادة السورية، تتخذها تركيا دائما شماعة وشريعة وحجة حتى تقوم باحتلال الأراضي التي هي لغاية هذه اللحظة تدفع بليرة في الميزانية التركية بمسميات ولاية حلب وولاية الموصل وولاية نينوى وولاية كركوك. أنت تعرف هذا الأمر دكتور وليد، تفضل. نعم، يعتقد سيدي، أعتقد أنه من أعطت تركيا الضوء الأخضر للدخول هي مصالحها أو الأمن القومي التركي، وتركيا منذ زمن وهي تحاول أن تدخل هذه المنطقة، ولكن الضغوط الأمريكية حالت دون ذلك، وبعد سحب القوات الأمريكية هذا أو ساهم ذلك في دخول قوات تركيا. هذا يعني لابد من اتفاق عليه أن تركيا ليست يعني وليدة لحظة، بمعنى مجرد خروج القوات الأمريكية دخلت إلى هذه المنطقة، وبالتالي مصالح الأمن القومي التركي والتي أعلنت الدولة التركية أكثر من مرة هي الدافع الأساسي من أجل حماية حدودها الجنوبية للدخول هذه. طب هل هناك أمن قومي تركي في ليبيا؟ هل هناك الأكراد؟ فقط حتى أجيب على السؤال الثاني. ايه تفضل. الأكراد وسوريا الديمقراطية والكرد، أعتقد أن الدولة السورية يعني قبل ذلك، قبل الأحداث الأخيرة، لم يكن مرحب فيهم، وأصل هذه قوى معارضة للنظام السوري، وحتى عندما دخلت وتم عقد اتفاقي دخلت القوات التركية إلى المنطقة شمال شرق سوريا، أعلن قائد القوات السورية الديمقراطية أنه التحالف أو العودة إلى سوريا وتوقيع اتفاقية مع النظام السوري هو أسوأ اتفاقية، ولكن هذا المستطاع والذي يمكن أن من خلاله أن نتخلص من الإبادة التي قد نتعرض لها من قبل الأتراك. وبالتالي أعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية لم تكن هي صديقة عزيزة للنظام السوري، هي عدو، وهي ومصنفة على أنها من قوات المعارضة المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تقسيم أو الاستقلال. طيب. في الجنوب أو المنطقة المتواجدين فيها في شرق الفرات، وبالتالي القوات السورية الديمقراطية ليست حليف للنظام السوري، هذه قوات معارضة للنظام السوري ومدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تحين لها الفرصة أعتقد أنها لن سوف تعود إلى ما طيب. كانت عليه سابقا. طيب، للأمانة هنا لم تسجل نقطة اشتباك مطلقة بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الجيش السوري في هذه النقطة، وأيضا يعني كنت أتمنى أن يكون هناك طرف حتى يدافع عن ما تتفضل حضرتك به. أسمعك. نعم أستاذ سوران، تعقيب منك على ما تفضل به الدكتور وليد. أولا في واقع على كتاب توجد دولة شرعية باسم دولة سورية، ولكن في أرض الواقع لا توجد دولة مستقلة لديها سيادة مستقلة باسم دولة سورية، وتوجد أطراف أخرى والقوات الأقليمية والدولية الأخرى يحكمون بالملف السوري. هاي أولا. ثانيا، هذه الدولة الشرعية التي يتكلم بها الأخ قام بجرائم ضد الإنسانية وجرائم من الحرب، والرئيس السوري هو مجرم الحرب لأنه قام بقتل مليون سوري من بداية الثورة السورية حتى الآن. وثانيا، أنا عندي رأي آخر أستاذ وليد، لا توجد السبب الواقعي والسبب مسألة الأمن القومي التركي سبب غير واقعي وسبب غير حقيقي، لأنه الأكراد في بداية الثورة حتى الآن لم يطلقوا أطلاق نار واحد في حدود تركيا ضد التركيا أو ضد الجيش التركي. الدولة التركية هي الدولة التي قامت بدعم الفصائل الإرهابية وفصائل المسلحة المتطرفة، وقام بغزو والاحتلال قسم من الأراضي التركية. الأكراد هم صاحب هذه الأراضي، وهم سيطروا على مناطقهم وقاموا وقدموا التضحيات كبيرة وكثيرة، سواء كان لمواجهة داعش أو فصائل الإرهابية الأخرى، وهم ساكنين في مناطقهم. القوات السورية الديمقراطية التي الجوهرية هو أكثرتنا الأكراد وتوجد مكونات أخرى، هذا هو نموذج متقدم لم يقبلها تركيا ودول الأسد في سوريا. لا، وسوريا ضد
إقامة السلطة الكردية سواء كان في في في, مو في سوريا سواء كان في في أوروبا أو في دول أفريقية، لأنه لديها المشاكل الداخلية باسم مشكلة الكرد، ومسألة الكردية مسألة مهمة في تركيا. بعد نموذج متقدم في كردستان العراق والنموذج الثاني في كردستان الرجاوة، التركي يزداد خوفه الداخلي على الحقوق المشروعة التي لم يعطيها للأكراد، وهذا سبب المسألة الأرض قوم التركي سبب غير مشروع وغير واقعي، لأنه أكراد سوريا لم يقومون بالهجوم أو إطلاق النار واحد. أعطيني مثال واحد قام بها القوات الكردية ضد الأمن القومي التركي، هذا هو تركيا قام باحتلال مو فقط مناطق الكردية، قام بالاحتلال المناطق السورية، وقام بالدعم فصائل الإرهابية والدواعش وإرسال مئات من الدواعش عن طريق منافذ وحدودهم، وقاموا هذه الدواعش بالإبادة الشعوب السورية. أستاذ أنطوان، تعقيب أخير منك حتى أنهي حلقتي لليلة. تفضل تعقيب منك على ما تفضل به ضيوف الكرام. لا 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 لن أعقب على ما قال عليه ما قاله ضيفك من كندا، لأنه يعني أشياء يعني مش حرزاني إنه أعقب عليه، لأنني لا أريد الدخول في هذا الخرف السياسي، وأنا لا كنت لا أدافع عن شخص الرئيس السوري، ولو أعتقد أنه على يعني في المسلك الصحيح في سياسته، ولا كنت وأنا أدافع عن سوريا وأشرح وجهة نظري. طيب أدافع عن سوريا، أعطينا لحظة إيه؟ أخي لحظة إيه، ما بدنا نشخصن الأمور أستاذ أنطوان، نحن بالدقائق الأخيرة بدي تعقيب منك على ما تفضل به الدكتور وليد. على ما قاله الدكتور وليد، أنا لا أعتقد أن أكراد سوريا أو أكراد سوريا الديمقراطية يعني هم أعداء للدولة السورية وللشعب السوري، فهم جزء من الشعب السوري وهم سوريون، ويعني الذي قلته أنت وعد هو صحيح، يعني لن يحصل أي اشتباك ما بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري، وهناك تنسيق أمني وهناك مشاورات سياسية، وهذا مسلك صحيح. فأنا لا أعتقد، وهذا تشخيص غير صحيح، أن نقول أن الأكراد سوريا الديمقراطية أو أكراد الشمال الشرقي سوريا هم أعداء للدولة السورية، فهذا خطأ. ولم يقوموا بإطلاق رصاصة واحدة حتى على الجارة باحترامهم لمسألة حق الجوار في هذه نستطيع الجزئية. نستطيع أن نختلف معهم سياسيا، لكن لا نستطيع أن نتهمهم بكل الاتهامات ونأخذهم كعدو لنا، فهذا خطأ. ومن يفكر هكذا لا يريد مصلحة سوريا والحل السياسي في سوريا. طيب، ضيفي من باريس الأستاذ أنطوان شربتنيه، كاتب وباحث سياسي، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة وعلى كل الكلام القيم الذي أغنيت به الطاولة المستديرة، وشكرا لك ضيفي من عمان دكتور وليد العويمر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مؤتة على كل الكلام القيم الذي أغنيت وأثريت به الطاولة المستديرة الليلة، وشكرا لك ضيفي من فانكوفر الكندية الأستاذ سوران بالاني محلل سياسي على كل إضاءات التي أنرت بها حلقتي لليلة، والشكر لطاقم عمل الطاولة المستديرة، والشكر العظيم لكم مشاهدينا على طيب وحسن وكرم متابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.